بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعية الولائية الإبداع والابتكار لولاية المسيلة شاركت اليوم في المخيم الوطني الأنشطة العلمية الطبعة الثامنة باثنين ابتكار. الابتكار الأول وهو خاص بالاختناق الغاز، هو صغير الحجم والتكلفة تاعو يعني ما يتكلفش بزاف. كما ترون الآن ها هو راه الجهاز اللي راه راكب في الباور بانك، هذا درناه خصيصا لكفريق للخاص لاختناق الغاز. يمشي بخمسة فولت، يعني نقدروا نركبوه في شارجور تاع تليفون او بالكهرباء. ثاني كاينه بريزه خاصه به تتحول من 200 الى 5 فولت، والتكلفه تاعو المميز في الجهاز هو التكلفه تاعو لا تتعدى 30 يعني من 30 ألف، ما تفوتش 30 ألف.